المسيح قام. عيد القيامة ممكن الصوت يا جماعة شوية. الصوت. عيد القيامة من أعظم أعياد الكنيسة، عشان كده حدث القيامة الكنيسة بس مش عايزة تفكرنا بيه طول الخمسين يوم الجايين، خمسين المقدسة بنحتفل بيها في القيامة، لكن مش بس كده، نلاقي الكنيسة كمان بتفكرنا بالقيامة كل 29 من الشهر القبطي، بتفكرنا بالقيامة، وكل يوم حد على مدار السنة بتفكرنا بالقيامة، ومش بس كل يوم حد، كل يوم في صلوات الأجبية، في الصلاة باكر، الكنيسة عايزة تحط قدامنا حدث القيامة، وكل يوم في القداس بنقول له أنت هو حياتنا وخلاصنا وشفائنا وإيه وقيامتنا كلنا. حدث القيامة مش حدث تاريخي حصل في تاريخ معين وانتهى، لا، حدث القيامة هو كل يوم، كل يوم أنا بعيش القيامة مع المسيح. عشان كده القيامة غيرت في التلاميذ، نلاقي قبل القيامة التلاميذ كانوا حاجة، وبعد القيامة بقى في اختلاف، بقى في تغيير، بقى في حياة مختلفة. ده بسبب ايه؟ بسبب القيامة. نلاقي التلاميذ اللي كانوا خايفين وفي العلية قافلين على نفسهم يخرجوا ويجهروا ويبشروا بقيامة المسيح. نلاقي بطرس اللي اول ما جه ذكر الصليب المسيح قال ان هو هيتصلب، قال له حشاك يا رب. نلاقيه بعد القيامة وبعد التبشير يصلب منكس الرأس. ايه اللي حصل؟ القيامة غيرت في النفوس. عشان كده حدث القيامة هو حدث خاص بي انا، بكل واحد فينا، وكل واحد فينا بعد القيامة بقى ليه اسم جديد، بقى ليه اسم انسان القيامة. كل واحد فينا بقى ده اللقب بتاعه، كل واحد فينا بقى اسمه انسان الايه؟ لا اصحوا معايا، ركزوا معايا، انسان الايه؟ انسان القيامه. طب ايه مواصفات انسان القيامه ده عشان اقدر اقول ان انا فعلا بقيت انسان القيامه؟ يعني القيامه دي اتاثرت فيا، مش حدث تاريخي انا باجي بحتفل بيه وبروح كل سنه، لا، ده كل يوم حدث القيامه ده في حياتي. ايه مواصفات انسان القيامه؟ أربع مواصفات ناخدهم ونحفظهم مع بعض على إنسان القيامة، ونشرح كل واحدة لوحدها. أول حاجة، إنسان القيامة هو إنسان ضد الجاذبية. وتاني صفة، إنسان القيامة هو إنسان بينفر من الخطية. وتالت صفة، إنسان القيامة ليه طلبات سماوية. ورابع صفة، إنسان القيامة ليه كرازة معزية. أربع صفات. أول صفة، إنسان ضد الإيه؟ الجاذبية. تاني حاجة، إنسان بينفر من الإيه؟ من الخطية. تالت صفة، ليه طلبات إيه؟ سماوية. ورابع صفة، ليه كرازة إيه؟ معزية. أول حاجة، إنسان القيامة إنسان ضد الجاذبية. يعني إيه موضوع الجاذبية ده؟ أصعب حاجة على الواحد أو مشكلة كبيرة قوي إن أنا ما أعرفش الهدف اللي أنا حاطه قصادي. أنا مش حاطط قدامي أي هدف، عشان كده في سفر الجامعة يقول كده، صنع الكل حسنا في وقته وأيضا جعل الأبدية في قلبهم. في كل واحد فينا حط الأبدية، يقول كده التي بلاها لا يدرك الإنسان الفعل الذي عمله الرب من البداية إلى النهاية. ودي أكبر مشكلة، أنه لا يدرك الإنسان. لكن إنسان القيامة اللي هو ضد الجاذبية، لا، هو يدرك كويس إيه اللي ممكن يجذبه لأسفل وإيه اللي ممكن ما يجذبوش. عشان كده كان في قصة عن حد سأل كده، يقول كده في مركب ليه شراع ماشي في اتجاه، وبيسأل وبيستغرب، في نفس الوقت نلاقي مركب
في اتجاه معاكس مع ان الريح في اتجاه واحد. طب ايه اللي بيخلي مركب عكس التاني؟ يقول كده لان الشراع، ترتيب وضع الشراع هو اللي بيحدد اتجاهي. انا الشراع بتاعي في انهي اتجاه؟ انسان القيامة اللي هو ضد الجاذبية اتجاه الشراع بتاعه متجه ناحية الابدية، هو ده انسان القيامة. عشان كده ضد الجاذبية، جاذبية ايه؟ ضد جاذبية العالم، او ضد جاذبية الذات بتاعته، او ضد جاذبية المال. ما دول التلات حاجات اللي ممكن يثقلوا ويجذبوا الانسان لايه؟ لتحت. لكن انسان القيامة هو ضد الايه؟ ضد الجاذبية. عشان كده معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الاولى يقول كده اصحاح 7، الذين يستعملون العالم كأنهم ايه؟ لا يستعملونه. ده انسان ضد الايه؟ ضد جاذبية العالم. هو متمتع بالايه؟ بالقيامة. مين اللي كان كده؟ كان ابونا ابراهيم. ابونا ابراهيم الله دعاه وقال له كده اخرج من ارضك ومن عشيرتك الى الارض التي ايه؟ اريك ايه؟ اريك اياها. صدق كلام ربنا وكان ضد الجاذبية، مفيش حاجة جذبته لورا، وكأنه سهم انطلق ناحية ايه؟ ناحية السير مع الله. مين عكسه؟ نلاقي لوط. لوط يقول كده حصلت مشاجرة بين رعاة ابراهيم ورعاة لوط، ويقول كده فرفع لوط عينيه ناحية ايه؟ شاف ايه؟ شاف سدوم. يقول كده فرفع عينيه واختار لنفسه ارض سدوم. هو مش ضد الجاذبية، هو ماشي مع ايه؟ مع الجاذبية. طب ابونا ابراهيم لا ما رفعش عينيه، هي عينيه مرفوعة على الوعد بتاع الله، الى الارض التي ايه؟ اريك اياها. ده انسان ضد الجاذبية، انسان القيامة. عشان كده عينه دايما مرفوعة على ايه؟ على السماء، شايف الوعد بتاع المسيح. نلاقي معلمنا بولس الرسول يقول كده انسى ما هو وراء وامتد لما هو ايه؟ لما هو ايه؟ لما هو قدام. طب هيمشي ازاي لقدام؟ يقول ما انا عشان امشي لقدام لازم اكون عملت حاجه الاول، خسرت كل الاشياء وحسبتها ايه؟ نفايه لكي اربح المسيح واوجد فيه. مش هعرف امشي لقدام، مش هعرف امشي ناحيه الغرض طول ما انا مثقل في جاذبيه عماله تجذبني ناحيه الارض، سواء العالم، سواء المال، سواء الذات بتاعتي. لكن بولس الرسول عرف يمتد لما هو قدام، لان هو خسر كل الحاجات ديت وحسبها نفايه عشان يربح المسيح ويوجد في المسيح القائم من بين الاموات. قصه عن بارتيماوس الاعمى اللي قابله المسيح في الطريق، ويقول كده قاعد بيشحت، واول ما عدى عليه المسيح قال له ايه؟ ارحمني يا ايه؟ يا ابن داود. فالمسيح ناداه، فالناس اللي حواليه كده قالوا له ايه؟ ثقكم هو ذا ايه؟ هو ذا يناديك. عمل حاجه واحده بس قبل ما يروح للمسيح، يقول كده فطرح الرداء عنه وجري على المسيح. طب ايه مشكله الرداء ده؟ يعني الرداء ده هيعطلك عن حاجه؟ وكأن الرداء ده هو الحالة الأولى، أنا مش راجع لها تاني، أنا خلعت الرداء ده وهلبس رداء الإيه؟ القيامة مع المسيح. عشان كده في التسبيحة وإحنا بنصلي التسبيحة في لحن اسمه إربصالين نقول كده أول ربع رتلوا للذي صلب عنا وكبر وقام. طب هنرتل إزاي يعني؟ تاني ربع بيجاوب يقول اخلعوا الإنسان العتيق والبسوا الجديد الفاخر، اللي قال عنه معلمنا بولس الرسول كده الذي يتجدد حسب المعرفة وهيبقى زي صورة المسيح. فده أول نقطة، هي إنسان ضد الإيه؟ ضد الجاذبية. هو ما ينجذبش لأي حاجة غير تحت جاذبية المسيح، زي ما معلمنا بولس الرسول كده محبة المسيح إيه؟ تحصرنا. محبة المسيح تحصرنا، هي دي الجاذبية الوحيدة اللي بيتمتع بيها إنسان القيامة. يبقى دي أول نقطة. احنا قلنا تاني نقطة إيه؟ قلنا إنسان القيامة ضد الجاذبية، مفيش حاجة بتثقله، سريع يقدر يمتد لقدام مع المسيح. تاني حاجة هو إنسان القيامة بينفر من الإيه؟
من الخطية. بينفر من الخطية يعني في عملية خروج من القبر. هو خروج من الايه؟ من القبر. قبر، اي قبر هو محطوط جواه ومقيد، مش عارف يتمتع بالقيامة. مين اللي كان كده؟ قصة في أعمال الرسل عن واحد قاعد عند باب اسمه الباب الجميل، مقعد، يقول عليه كده مقعد من ايه؟ من بطن ايه؟ من بطن امه. عد عليه بطرس ويوحنا وقالوا له ليس لي فضة ولا ذهب، لكن اعطيك ايه؟ الذي لي. مين الذي لي؟ المسيح القائم من بين الاموات. فيقول كده حياته اتغيرت من بعد ما كان مختبر للحزن والبؤس وحالته كانت صعبة، بقى شخص مختبر القيامة، وقام ويقول كده فوسب وقعد يسبح. طب ايه اللي حصل له؟ ما هو كان مقعد من بطن امه. طب ما كل واحد فينا لما اتولد كان عامل زي الشخص ده، مقعد من بطن امه بسبب الخطية والطبيعة اللي تشوهت بسبب الخطية. فكل واحد فينا كان مقعد من بطن امه. طيب دي الولادة الأولى، أنا اتولدت مقعد من بطن أمي، طب عايز أقوم بقى مع المسيح. اتولدت ولادة تانية بقت قائم من بطن أم جديدة، اللي هي إيه؟ اللي هي إيه؟ المعمودية. ما هي المعمودية دي قبر وأم، هتولد منها بس ما بقتش مقعد، بقت قائم مع مين؟ مع المسيح. عشان كده يوحنا ذهبي الفم يقول قول حلو قوي، يقول كده لكل واحد فينا، انت كنت الاول مقعد لكن دلوقتي قائم في المعمودية. يقول كده لقد تلقيت امرا، احفظوا القول ده، لقد تلقيت امرا في المعمودية ان تكون محاربا. تطلع شخص ايه؟ محارب. يعني ايه محارب؟ يعني ما تسهلش مع الخطية. ما احنا قلنا ان انسان القيامة بينفر من الخطية. طب انا خدت الامكانية دي؟ خدت الامكانية ديت في المعمودية من البطن الجديدة اللي اتولدت منها، بقيت شخص محارب. اداك امكانية ان انت تدوس على الحياة والعقارب وكل قوة الايه؟ العدو. واي عرض مغري الشيطان يعرضه، لا، انت واخد امكانية ان انت تنتهر وتقول له اذهب يا ايه؟ اذهب يا شيطان بقوة. بس مشكلتنا ان انا ممكن اكون مستضعف نفسي. لا، انت واخد امكانية، تلقيت امرا ان انت هتخرج من المعمودية شخص ايه؟ محارب. شخص محارب بتمتلك اسلحة جديدة جبارة، اسلحة سماوية تقدر بيها تنتهر الايه؟ تنتهر الشيطان وتقوم مع المسيح. الانسان اللي بينفر من الخطية، لو تفتكروا في الجمعة العظيمة اتقرت بعد موت المسيح، يقول كده حصل حاجة غريبة جدا شافوها. يقول كده الصخور حصل لها ايه؟ تشققت، والقبور ايه؟ تفتحت، وخرجت كثيرا، كثير من الراقدين خرجوا من القبور ودخلوا المدينة الايه؟ المقدسة اورشليم. طب مش دي تلخص حالة الانسان اللي بينفر من الخطية، انسان القيامة؟ الانسان القيامة اللي بينفر من الخطية عنده الصخور، مالها؟ الصخور اللي جوه تشققت، والقبور اللي كان فيها حصل لها ايه؟ اتفتحت، وخرج هو وهيدخل المدينة المقدسة اورشليم السمائية. هو ده انسان الايه؟ الانسان القيامة اللي بينفر من الخطية. الصخور عنده تشققت، القبور بتاعته هو خرج منها ودخل المدينة المقدسة، سلك طريق ايه؟ جديد. طب هتقول لي انا بقى في الخطية، ازاي هطلع من الخطية؟ من يدحرج لنا الايه؟ الحجر. المسيح القائم من بين الاموات هو اللي قادر ان هو يدحرج اي حجر بيعطل قيامتي. عشان كده الجأ على طول لمين؟ للمسيح القائم من بين الاموات. فرق كبير قوي بين انسان الارض وانسان القيامه اللي احنا بنتكلم عليه. انسان الارض ده بتلمع قدامه الخطيه، بيشوف الخطيه كده ايه؟ شهيه للنظر وبهجه للايه؟ للعيون، فبيقع فيها على طول. لكن انسان القيامه بيكون مدقق، ما بيتسهلش
زي ما علمنا بولس الرسول بيقول كده، لم تجاهدوا بعد حتى الدم ضد الايه؟ مجاهدين ضد الخطية. هو بيجاهد حتى الدم، ما بيتسهلش مع اي باب متوارب في حياته. هو بيعرف ايه؟ بيعرف يقفل كل باب متوارب في حياته. بيدخل من باب واحد بس، باب الايه؟ الضيق، لكن مؤدي الى الايه؟ الى الحياة. وعشان هو باب ضيق مش هينفع يدخل هو والانا بتاعته، لازم يسيب الانا ويتنازل عن كل حاجة وعن اي جاذبية تعطله ويدخل من الباب الضيق. يبقى قلنا اول حاجة انسان القيامة انسان ضد الايه؟ الجاذبية. تاني حاجة بينفر من الايه؟ من الخطية. نلاقي اللي حصل مع لعازر، عارف يسمع الصوت كويس بتاع المسيح ويقول له هلم ايه؟ هلم خارجا، وخرج وهو مربوط. انسان القيامة اللي بينفر من الخطية يعرف كويس او يميز، عنده اذن حساسة سنسور كده، يعني يعرف يميز بين صوت المسيح لما يقول له هلم خارجا الى موكب نصرتي، ويعرف يميز بين الصوت الثاني اللي بيجي له كل شوية يقول له أحقا قال لكم الله. ده صوت مين؟ ده صوت مين بتاع حواء؟ صوت الحية. إنسان القيامة يعرف يميز بين الصوتين، لا يعرف يميز إن ده صوت المسيح، وأول ما يقول له هلم خارجا من القبر يخرج ويتبع المسيح. هو شاطر بيعرف يميز الصوت ده. عشان كده بعد لما العازر قام من الموت يقول كده صنع عشاء ليسوع، وكان العازر احد الايه؟ المتكئين بعد لما قام. طب مش دي الصورة السماوية اللي احنا هنبقى عليها كلنا؟ يقول كده في سفر الرؤيا طوبة للمدعوين الى ايه؟ الى عشاء عرس الخروف. يعني كل واحد فينا هيبقى احد المتكئين والمدعوين مع يسوع على الوليمة السماوية. هو ده اللي حصل مع العازر. حد تاني حصل مع كده؟ أغسطينوس. أغسطينوس كان يسكن القبور، قبور الايه؟ قبور الشهوة والخطية والذات والأنا وكل حاجة عايز يسميها. لكن عدى عليه المسيح قال له هلم ايه؟ هلم خارجا. فخرج وتبع المسيح وبقى أغسطينوس. وبعد فترة عدت عليه واحدة من اللي كانت بتسكن معاه القبور زمان، وقعدت تنادي عليه يا أغسطينوس يا أغسطينوس. قال لها مين؟ قالت له إنه أنا. أنا إيه؟ أنا بتاعت زمان. قال لها نعم، لكن أنا لست إيه؟ لست أنا. أنا لست أنا، أنا دلوقتي إنسان القيامة بنفر من أي خطية. فقالت له يعني إيه؟ قال لها أغسطينوس مات. قالت له مات ازاي؟ انت اللي بتكلمني. قال لها اغسطينوس دلوقتي في المسيح، والمسيح في ايه؟ في اغسطينوس. طب تيجي نترجم الكلام ده بلغة القيامة. يعني عايز يقول لها ايه بلغة القيامة؟ عايز يقول لها كيف تطلبين الحي بين الايه؟ بين الاموات. اغسطينوس ليس ها هنا، لكنه ايه؟ قام مع المسيح وبقى احد المتكئين مع مين؟ مع المسيح. دي شخصية تانية بتنفر من الخطية وعرف الطريق الايه؟ طريق القيامة. عشان ما اطولش عليكم، تالت حاجة انسان القيامة بيتمتع بيها او صفة ليه، هو بيطلب طلبات ايه؟ سماوية. يعني ايه طلبات سماوية؟ هو ليه طلبة واحدة بس. كان في اشعياء واحد اسمه احاز، احاز كان دخل عليه جيوش هتحتله، فربنا قال له اطلب، اطلب آية. انت عايز تطلب ايه؟ بس قبل ما تطلب عمك طلب منه كده الله، عمك طلبك ورفعه الى فوق، عمك طلبك. انسان القيامة هو ليه طلبة واحدة بس، ان هو يتبع المسيح ويكون على صورة المسيح، ومشتاق ان هو يتغير لتلك الايه؟ لتلك الصورة اللي هيبقى عليها بعد كده. فهي طلبة واحدة بس. عشان كده القديس مكاريوس الكبير يقول كده قلب المسيحي وعقله وطريقة تفكيره هي دائما في المجال السماوي. قلب المسيحي وعقله وطريقة تفكيره هي دائما في المجال الايه؟ المجال السماوي. طب هيطلع ازاي المجال السماوي؟ ما هو كان ضد الايه؟ ضد اي جاذبية ايه؟
أرضية، فقدر يطلع المجال السماوي. عشان كده مهم قوي ان يبليه طلبة دايما عمق طلبك، مش بس في الخمسين يوم، كل يوم يا رب انا عايز ايه؟ عايز اتمتع بقيامتك وعيش ايه؟ وعيش قيامتك. رابع حاجة احنا قلنا انسان ضد الايه؟ جاذبية، بينفر من الخطية، ليه طلبات سماوية. رابع حاجة انسان القيامة بيتمتع بيها هو ليه كرازة معزية. يعني ايه؟ يعني كارز. احنا في دورة في القيامة، في تمثيلية القيامة لما نزلنا كان في ايقونة، ايقونة الايه؟ القيامة. بنعلن، بنزف الايقونة ديت وبنعلن الايه؟ القيامة. بس الحقيقة مش دي الايقونة الوحيدة اللي موجودة في الكنيسة، في ايقونة تانية مهمة هي كل واحد فينا. كل واحد فينا هو ايقونة للقيامة. اذا كانت ايقونة القيامة اللي احنا زفناها ليها عمل داخل الكنيسة، لكن احنا عملنا بقى ايه؟ خارج الايه؟ خارج الكنيسة. نعلن القيامة. يعني بكرازتنا وبحياتنا مع المسيح المقامة، مش محتاج العالم يسأل هو المسيح قام ولا لا. مش محتاج العالم يسأل هو المسيح فين. لان هيشوفه في كل واحد فينا. هيشوف ايه؟ كل واحد فينا قائم من موت الخطية. مختلف عن العالم. طب بتعملوا الكلام ده ازاي؟ ما انا جوايا الايه؟ جوايا الحياه. انا عايز اعرفك بالمسيح القائم من بين الايه؟ من بين الاموات. عشان كده احد القديسين يقول كده: امتلئ سلاما فالوف من حولك يخلصون. امتلئ سلاما، يعني لو اتمتعت بالقيامه وبقى في سلام، كل اللي حواليك الوف من حولك هي ايه؟ هيتبعوا الطريق ده. ربنا يدينا دايما كده ان احنا نتمتع، وكل واحد فينا يكون إنسان للقيامة، إنسان ضد الجاذبية، إنسان بينفر من الخطية، إنسان ليه طلبات سماوية وليه كرازة معزية. ويفتكر دايما أنا أيقونة للقيامة، بستمد قوتي ونصرتي من الأيقونة الأولى اللي احنا زفناها. كل سنة وحضراتكم طيبين، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. لبونا بكافخين بأمهاب كطاني